السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة. نتناول في هذا البرنامج أبرز عناوين المواقع الإلكترونية الإخبارية اليمنية وأيضا الصحافة العربية، وأهم ما ورد فيها من مقالات الرأي والتحليل، وأبرز ما ورد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مختلف الأحداث والقضايا. والبداية من المواقع الإلكترونية، ونستفتح بالمصدر أونلاين. المصدر أونلاين: قرارات حكومية لخفض سعر الصرف وتعافي الاقتصاد. الحكومة اليمنية تعلن عدد من الإجراءات لمنع تدهور الريال. غريفيث يؤكد التزامه بالمشاركة الجنوبية في العملية السياسية. نائب الرئيس يناقش مع رئيس وفد الحكومة في مفاوضات جنيف الترتيبات النهائية. المشاورة اليمنية بجنيف غير مباشرة وتتناول 3 ملفات. الحوثيون يعلنون عن ممثلهم في مفاوضات جنيف بقائمة تضم مؤتمريين جناح صنعاء. مالبريس: بقايا أنصار صالح يقعون في مأزق جديد، لا اعترفوا بالشرعية ولا هم مع الانقلاب. ومشاورات جنيف تزيد من تشظي الحزب. الحكومة تصدر 20 قرارا لإنقاذ الاقتصاد ووقف انهيار العملة، وتكشف موعد بدء زيادة مرتبات الموظفين. الميليشيات تستغل ارتفاع الأسعار لابتزاز التجار ومحال الصرافة. جولة 4 من المشاورات اليمنية غدا، والشرعية تؤكد مشاركتها بنوايا صادقة. محافظ صعدة: قوات الجيش على وشك تحرير مران. مركز الملك سلمان يعيد 13 طفلا مجندا من المتارس إلى المدارس بعد إعادة تأهيلهم. التغيير نت: السفير باحميد يطلع الخارجية الماليزية على مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية. تعز: الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في مديرية حيفان. الأحمر يطلع على سير العمليات في مران صعدة. اليماني: مشاورات جنيف تركز على بناء الثقة، والوفد الحكومي يضم 14 عضوا. التحالف: لم نتلقى طلبا حول هدنة خلال مشاورات اليمن. الصحوة نت: ميليشيات الحوثي تعدم ضابط رميا بالرصاص بالشارع العام بصعدة. انطلاق جولة 4 من المشاورات اليمنية غدا، والشرعية تؤكد مشاركتها بنوايا صادقة. ميليشيا الحوثي تختطف عددا من الموظفين في النادرة بإب وتنصب حواجز جديدة. الحكومة تقول إنها ستتخذ كافة الوسائل لإنقاذ انهيار الريال وإجبار الحوثيين لتوريد الإيرادات. اللجنة الرئاسية بتعز تكلف الأمن بملاحقة المطلوبين أمنيا وتسليمهم للأجهزة القضائية. رابطة الأمهات للمبعوث الأممي: السلام يبدأ بالإفراج عن كافة المختطفين. الجيش يواصل تقدمه جنوب تعز. تحت لافتة استئناف العملية التعليمية، دورات طائفية حوثية لقيادات تربوية في إب. وكالة سبا: مجلس الوزراء يضع مصفوفة كاملة من الإجراءات لإعادة تطبيع الأوضاع ووقف تدهور الاقتصاد. نائب الرئيس يجري اتصالا هاتفيا بقائد لواء العروبة للاطلاع على سير العمليات العسكرية. الميسدي: وزارة الداخلية تبذل جهود كبيرة لتطبيع الأمن وتفعيل أجهزته وتأهيل كوادره. المالكي: قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض ما ورد في تقرير الخبراء المعنيين في اليمن. العاصمة أونلاين: الحوثيون يغلقون 3 مصانع للمياه المعدنية في صنعاء. عكاظ: مؤتمر جنيف فرصة للمجتمع الدولي لاستعادة السلام في اليمن. دبلوماسي: ما الذي أبقاه الحوثيون لجنيف بعد إعلانهم الولاية أساسا للحكم؟ علماء اليمن تدعو لمعالجة تدهور سعر صرف الريال وتقترح عدة وسائل لذلك. اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان. نائب الرئيس: عازمون على تحرير كل شبر في الوطن والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي. سبتمبر نت: محافظ لحج استقبل اللواء النوبة أثناء زيارته للشرطة العسكرية بلحج. غارات جوية تستهدف مواقع الميليشيا في صعدة. محافظ صعدة: مران على وشك التحرير. الميسري يلتقي وفدا من الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والأمن والسلامة. يمن مونيتور: تحقيق خاص، السجون السرية والدروس الطائفية، معتقلات الحوثيين، الجرائم المركبة. نائب الرئيس اليمني يناقش الترتيبات النهائية لمشاورات جنيف 3. اليمن تقر تقليص السفارات والبعثات الدبلوماسية لمواجهة تدهور الاقتصاد. مسؤول أممي يبحث مع الحكومة اليمنية فتح مكتب للمفوضية السامية في عدن. وكالة: مقتل وإصابة أكثر من 60 مسلحا حوثيا في غارات للتحالف غرب اليمن. إلى أبرز ما ورد في الصحافة العربية المهتمة بالشأن اليمني.
عكاظ السعودية، الإطاحة بالمؤيد قائد التدخل السريع للحوثي، سياسيان يمنيان لعكاظ، لا نعلق آمالا على جنيف والحوثي يحضر لحرب طويلة، معارك مران تصفي خبراء طهران وعناصر حزب الله في صعدة. الشرق الأوسط، الأحمر يتابع تقدم الجيش في صعدة وخسائر جديدة. جولة الرابعة من المشاورات اليمنية غدا، والشرعية تؤكد مشاركتها بنوايا صادقة. الحوثيون يعلنون أسماء وفدهم، ومؤتمري الخارج يرفضون الانضواء تحت مظلتهم. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من سفير بلادنا في المملكة المتحدة الأستاذ ياسين سعيد نعمان، حيث كتب حيث تساءل في مقال له على موقع عدن بوست عن جدوى الحوار مع ميليشيا تؤمن بخرافة الولاية. في الطريق إلى جنيف، ما الذي أبقاه الحوثيون للتفاوض بعد أن أعلنوا تمسكهم بالولاية كأساس للحكم، وبعد أن أكدوا أن خيارهم هذا هو خيار القوة الذي صنعوه بالدماء والتضحيات؟ هل وصلت الرسالة للجميع؟ لا أريد أن أبدو وكأنني أبالغ في المسألة، لكن لا بأس من أن نلفت الانتباه إلى ما أغفل من حقيقة عندما يتعلق الموضوع بما وراء الانقلاب من مشروع الدولة التوافقي، والتي تم التعبير عنها مؤخرا بوضوح وبآخر ما أنتجه هذا العقل العابث من تنظيرات بشأن الولاية. هذه الحقيقة لا يمكن النظر إليها إلا بأنها تواصل مع تلك الميوعة من بناء الدولة الوطنية التي مارسها نظام متداخل التكوينات الاجتماعية والثقافية والسياسية والمنافعية طوال عقود من قيام النظام الجمهوري بعد أن أفرغ من محتواه. في إطار هذا النظام المانع المتداخل التكوينات، ظل مشروع الولاية حاضرا يتماهى مع هذه الميوعة ويتغذى منها ومن فسادها، وفي ثناياه كان يجري التحرش بالسقيفة من باب استدعاء الصراعات في صور من التلهي تارة واختبار رد الفعل تارة أخرى. غير أن ما كان يغيب عن الوعي العام أحيانا كثيرة هو أن المتحلقين حول هذا التاريخ السياسي الصراعي بشقيه وبصورة لا تاريخية، إنما كانوا يصرفون الأنظار عن أهمية بناء الدولة الحديثة المعاصرة التي توفر المواطنة والأمن والاستقرار والكرامة لكل اليمنيين، ويقيمون الحجج الواهية على مخالفتها لما استقر عليه الأمر، وهي العبارة التي كانت تفتح المسالك إلى العنف المتبادل حينما لا نجد تفسيرا واضحا لمعنى ذلك الأمر. يذهب أحد المفكرين إلى أن كل إنسان يحمل داخله قطعة صغيرة من التاريخ، إلا أن هؤلاء صادروا التاريخ ولم يتركوا للإنسان ما يبقيه على صلة بالتاريخ الحقيقي أو ما يشعره بالانتماء إليه، لقنوه تاريخا صداميا مشوها حسب ما تمليه رغباتهم في احتكار الحكم. عندما انتبه اليمنيون إلى الخديعة التي مورست عليهم بإغراقهم في أوابد من التاريخ السياسي الصراعي، وأنها من صناعة الإنسان، وأن لها ما لها وعليها ما عليها بحساب الزمن الذي فكر فيه أناس ذلك الزمان رضوان الله عليهم في مطلعه، وعملوا جهدهم على أن يخرجوا من المحنة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي وما تبعه بعد ذلك من صراع دموي مرير على الحكم، كان لابد من سقيفة أخرى يستدل فيها اليمنيون بروح الفكرة ذاتها في التشاور، ولكن بمضامين ومتطلبات وحاجات العصر، وبما يسمح للجميع بعرض أفكارهم عن الدولة والاستماع إلى الآخر ثم التوافق على الأصلاح، وهو ما تم في مؤتمر الحوار كأهم تجربة خاضها اليمنيون لتجاوز فتنة الحكم. لكن يتكرر المشهد من قبل البعض فيما يبدو أن المشكلة ليست أكثر من استدعاء لمشكلة تاريخية لدعم نزوع شيطاني لاحتكار السلطة. لم يجد أصحاب هذا النزوع ما يسند مغامرتهم غير إيقاظ الفتنة من مرقدها، على الرغم أن من يتحدثون باسمه كان أكثر الناس تمسكا بوحدة المسلمين وأشدهم دعوة للسلم وحقنا للدماء. اليوم يذهب الجميع إلى جنيف في جولة من مفاوضات جديدة، وهو أمر من الممكن أن يبنى عليه الشيء الكثير باعتباره خطوة نحو فتح آفاق لتفاهمات تتعلق ببناء الدولة، ولكن يا ترى ما الذي سيتضمنه تعزيز المسار على هذا الطريق وقد أغلق الحوثيون باب التفاهم بإعلان تمسكهم بالولاية قبل جنيف بأيام قليلة؟ وعلى ذلك، هل ستمضي هذه الدورة من المشاورات في بحث مشروع الولاية والنظر في إمكانية الأخذ به كسبيل لحل المشكلة، أم في إقناع الحوثيين بأن موضوع الولاية أمر لا أساس له في أصله، أو أنه ذو أصل ولكن عفى عليه الزمن، أم أن ادعاءهم الميراث أمر مشكوك فيه وعليهم إثباته؟ وإذا لم يتوصل إلى حل هذا الإشكال، فهل سيكون تعزيز الثقة بواسطة البينة على من ادعي واليمين على من أنكر؟ والله إنني لا أراها غير تجربة أخرى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، يجري تجريعها شعبا سلب خيار الحياة مع الكلمة، ومطلوب منه أن يختار الموت بصمت.
لا خيار غير مكاشفة مقترف الخطأ والاعتراف بأن سقيفة اليمنيين رقم 2 هي الحل بدلا من الغمغمة التي يكبر معها الخطأ ويفرض إرادته. اللهم فاشهد. في موقع صحوة نت كتب السياسي أحمد عبد الملك المقرمي عن الإصلاح في الذكرى 28 لتأسيسه، حيث كتب في سطور عن مشروع الإصلاح الوطني وتطلعاته ونضاله وتضحياته. مثل كائن حي ينمو جسما ويشف روحا وينضج عقلا ويتوسع معرفة، ومثل فجر يبزغ شعاعا ثم يشرق ضياء فيعم نوره البسيطة. بزغ فجر التجمع اليمني للإصلاح وأشرق نوره، فأنار الأنحاء وأضاء الأرجاء وأسعد الأجواء ورص الصفوف وألف النفوس. لقد جاء التجمع اليمني للإصلاح حزبا سياسيا مدنيا شعبويا مستلهما للنشأة والتكوين، عمق فكر الأمة وتاريخها الحضاري، ويستمد زاد مسيرته من طينة أرضه وموطنه فكرا وهوية وثقافة. بلدة طيبة ورب غفور، متمسك بثوابت الأمة ونهجها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ومنفتح على الحياة الإنسانية وجميل نتاجها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، فهو يتجدد ويجدد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من غير تبعية عمياء ولا تمنع أحمق، وإنما بوعي وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن التجمع اليمني للإصلاح يتجدد ويجدد كما يتجدد الصباح، فالركود موت والتوقف فشل، والانطواء تكلس وتأكل، والحياة حركة وفعل وتغير وتغيير وتطور وتجديد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كما أن الذوبان والتماهي في آخر يسلبك عقلا وروحا ونسفا للهوية وتفسخ الشخصية، ثم إنه فوق ذلك فشل وعجز وموات واندثار. ومن هنا فإن التجمع اليمني للإصلاح الذي جاء على موعد مع 13 سبتمبر 1990 لم يتوقف منذ تأسيسه عند محطة الميلاد، بل مضى ينمو ويتطور ويتجدد وينفتح على الجميع. غير أننا لابد أن ندرك هنا عمق العلاقة بين محطة ميلاد الحزب ككيان سياسي مدني وبين امتداد الفكرة والفكر كرسالة بناء وحضارة مستلهمة من ثابت الأمة ورسالتها الحضارية، وتفاعل المفكرين والعلماء والمصلحين اليمنيين معها ماضيا وحاضرا، وإفادة من نتاج العقل الإنساني والذين لم يقفوا مكررين سابقهم أو مقلدين سالفهم فحسب، أو جامدين عند موروث فكري أو ثقافي كان نتاج زمن معين، وإنما تفاعلوا متجددين ومجددين ثقافة وفكرا منفتحا على الحضارة الإنسانية للإفادة منها بوعي لا يفقد معها شخصيته ولا يذوب فيها فيصبح بلا هوية، وإنما بتفاعل واع ثار على الجمود واستعصى على الثقافة الاستعمارية بالمعايير التي يسعى الاستعمار حتى اللحظة فرضها على العالم ليمارس هيمنته بروح الاستعلاء من خلال تلك المعايير التي يريد أن يقولب الحياة الإنسانية وفق مشيئته، التي يريد فرضها بنزعة استعلائية وطابع استعماري مبطن وبمعايير قانونية مقنعة تبقي على تسلطه وهيمنته من وراء جدر ناعمة تخفي وراءها قبح الأهداف الاستعمارية ومطامعها بخداع الوسائل وزيفها. إن التجمع اليمني للإصلاح هو يكمل عامه 28 من عمره أو تأسيسه، يثبت بحق أنه امتطى صهوة التجدد والتجديد مواكبا متغيرات ومكيفا مستجدات، يعيشها في عمق شعب وأحضان مجتمع يتناغم معهما ثقافة وسلوكا ونضالا وهدفا. فلا كان التجمع اليمني للإصلاح إذن لم يكن متلاحما مع شعبه وحاملا لقضاياه ومترجما لتطلعاته. ولذا فالتجمع اليمني للإصلاح يقف في طليعة من يحمل همومه وآماله، يشهد لذلك تاريخ يسطره الإصلاح اليوم، قيادة وأعضاء ومؤيدون وأنصار في مواجهة المشروع الظلامي للحوثي والكهنوت في كل اليمن. يحتفي الإصلاح اليوم بذكرى تأسيسه وميلاده، ويتبادل أعضاؤه وأنصاره التهاني مع بعضهم بمناسبة الذكرى،
وليوصي بعضهم بعضا على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم في أتون معركة انطفأ لهبها بغيث عطائهم وتكسرت همجيتها وهجماتها عند ثبات شموخهم وصبرهم ورجولتهم التي استعصت بفضل الله ثم بتلاحمهم على الانكسار. فسلام عليكم أيها الإصلاحيون في السهل والجبل، سلام عليكم في الريف والمدن، سلام يطوف كالشذا سحرا من المهرة إلى صعدة ومن مارب إلى عدن إلى حجة، وسلام على اليمنيين أجمعين. وإلى الصحافة الجديدة، والبداية من القائد توفيق عبد الملك فرحان، حيث بعث رسالة لأهله في المدينة القديمة بمدينة تعز، يستذكر تاريخها وحضارتها ونكهتها وتراثها، ويدعوهم لنبذ الخارجين عن القانون الساعين لتشويه جمال هذه المدينة وسلامها. رسالة لأهلنا في المدينة القديمة: أنتم تعز التي نفاخر بها وتاريخنا وما بقى من ذكريات مدينتنا، إن أصابنا الملل بددنا نشاطنا بالمظفر، وإن أردنا الترويح توجهنا نحو الأشرفية وقلعة القاهرة، وإن اشتقنا لعبق الذكريات مررنا بالشنين وسوق البز وسوق التحف، وإن فقدنا القات كان شاه الشعب خير بديل لنا. لست مدينتهم بل مدينة تعز، باب الكبير وباب موسى وباب المداجر، سوق الجبن والكدم والبهارات والطماش ومطاعم الفحسة، مسجد المظفر والأشرفية والجمال وجمال الدين والغفران والجبرتي وعبد الهادي والمعتبية وقبة الحسيني. زارك الوزير جباري لم يسمع عن تاريخك، وافتتح المحافظ زيارته لمدرتك كما يفعل كل من سافر بعيدا عنك وعاد ملتمسا روحك الساحرة، لكن يريدون أسرك وتكبيلك وخنقك وكتم أنفاسك، يريدون تقزيمك ودفن تاريخك، يريدون تشويهك ونسف آثارك، يريدون مدينة أشباح وحارة رعب ومسلحين. لست حكرا على فصيل أو فئة أو لواء، فأبناؤك في كل الألوية وشهداؤك في كل الجبهات، يريدون إظهارك عدوا للجيش وللأمن وخارج سلطة الدولة. كنت تشكين السلاح واليوم تشكين المسلحين، أنت مدينتنا لا إمارتهم وتاريخنا وحاضرنا. ليتهم يتضامنون لإخراج المسلحين من أزقتك الضيقة ليتنفس أهلك الصعداء ولتودعي شبح الحرب، وينعم أهلك بالعيش بعيدا عن فحاط الأطقم ودخان المدرعات وضجيج الموتورات ورصاص الطائشين. اخرجوا يا أبناء المدينة وارفعوا صوتكم واعلنوها صراحة، جنبونا خلافاتكم ولا تجعلوا أزقتنا مسرحا لمغامراتكم، ولا تقاتلوا الدولة وتدمروا تاريخنا من أزقتنا. احتضناكم وقت الشدة فاذهبوا عنا، فقد أصبح في تعز اليوم متسعا لكم. عار الدهر منشور كتبه السياسي أيضا ووكيل وزارة الأوقاف محمد عظة الشبيبة. نتساءل ما هو عار الدهر؟ إليكم الإجابة في هذا المنشور. عار الدهر وضع وفد شرعيتنا إلى جنيف على قائمة مطالبه لوفد مؤتمر أبو راس والحوثي تسليم جثمان رئيس المؤتمر وإطلاق أفراد أسرته من المعتقل. تخيلوا، أصبحنا نحن من نطالب قيادات مؤتمرية بإكرام جثة زعيم المؤتمر والسماح بدفنها. يا جلال الرويشان، يا خالد الديني، يا صادق أمين أبو راس، يا حسين حازب، يا يحيى الراعي، سود الله وجوهكم. خلفتم العار لأسركم الكريمة وأصبحتم مضرب المثل في خذلان الصديق وبيع الصاحب. ألا تستحون؟ نفاوضكم في جنيف ونطالبكم ونلح عليكم كي تطلقوا سراح جثمان زعيمكم وتفكوا أسر أولاد رئيس حزبكم، وتستعد الشرعية لكم مقابل تنفيذ ذلك بأن تطلق أسرى من كبار الحوثيين في قبضتها. يا لخزي المواقف، القبر أستر لكم وأشرف من هذا الموقف الذي تسيرون فيه خلف عبد السلام في ليتا وترضونه رئيسا لكم في عملية التفاوض، فتأتمرون بأمره وتكونون رهن إشارته ولا تتكلمون إلا بإذنه، وهو الذي يرفض حتى مواراة جثة زعيمكم أو الإفراج عن المعتقلين من أفراد أسرته أو إعادة ممتلكات حزبكم ومقراته وإطلاق بقية المختطفين من قياداته. ماذا ستقول عنكم العرب؟ ألا شكرا لشرعيتنا وتبا لمؤتمر الراعي وأبو راس،
وأسعد الله صباح الجميع إلا مؤتمري حضر في وفد الحوثي. وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي كتب عن العصيان الفوضى التي يجري تمويلها والتي يجري تمويلها في المحافظات الجنوبية بحيث يتم تفخيخ المناطق المحررة عبر لافتات مزيفة. قطع الطرقات وإجبار أصحاب المحلات التجارية والمصالح على الإغلاق بالقوة وتعطيل مصالح الناس تحت تهديد السلاح لا يسمى عصيان مدني وإنما عصيان مسلح. أما خالد العلواني الصحفي فقد كتب تغريدة على حسابه الرسمي في التويتر عن الاستغلال الأهوج للأزمات. الاستغلال الأهوج لمعاناة الناس في عدن ولحج وغيرها من محافظات جنوب الوطن ورفع شعارات معادية للتحالف العربي يقدم خدمة مجانية لميليشيات الحوثي الكهنوتية ويسيء لعدالة القضية الجنوبية التي انتصرت لها مخرجات الحوار الوطني، فلمصلحة من خلط الأوراق وحرف بوصلة المعركة الوطنية مع الانقلاب. أما عبد الرقيب الهدياني فقد كتب تغريدة في حسابه على تويتر عن الحمقى الذين يقطعون الطريق وأيضا يدمرون المصالح العامة. لم يرى العالم أحمق من غوغاء المجلس الانتقالي، يريدون إسقاط الحكومة بإحراق مدينة عدن، سعى الذي يحرق بيته ليخيف جاره، لم يجدوا إطارات ولا أحجار فكسروا عمود الإنارة لقطع شارع أروى بكريتر. الشبيري كتب تغريدة عن بيان المجلس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي يتحدث عن الخط السياسي الفوضوي الذي يتبناه. بيان المجلس الانتقالي الأخير فيه تلويح باستخدام العمل المسلح حتى ضد التحالف، استخدام لغة مغايرة غير التي كان يتعامل بها من قبل، الآن هو يستعد لإثارة الفوضى لأنه ببساطة لم يشرك في مشاورات جنيف، سياسة ابتزاز انتهجها منذ نشأته لكنه كان يتوهم رضوخ المجتمع الدولي لإملاءات قياداته. الدكتور رياض الغيلي كتب تغريدة عن ضرورة تسليط الضوء على الفساد والفاسدين. الفاسد عنصر كريه يجب تسليط الضوء عليه كائنا من يكون ومن أي حزب كان، الفساد لا دين له. الصحفي أنيس منصور كتب تغريدة عن مشاورات جنيف وعن عدم جدواها مع ميليشيا تؤمن بالقتل والموت والدمار. من جنيف واحد واثنين وثلاثة وحتى ألف جنيف، قضيتنا قضية حرب وجود وعقيدة ووطن وكرامة وثأر لدماء ملايين اليمنيين منذ 1100 سنة. هذه الحرب بدأها الحوثي وعصابات الكهنوت الإمامي ولن يستطيع أحد إنهاءها إلا أحرار اليمن وشرفاؤها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج حديث الصحافة، دمتم في رعاية الله.